مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. منورنا ومشرفنا وجودكم معانا دايما، هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. النهارده حلقه جميله جدا، عاملين فيها اكل لذيذ جدا وسريع ويتميز بانه طعم وحرش كده. هنعمل النهارده دبابيس فراخ مقليه، ولكن بتتسلق في الحليب الاول. طريقه كده شفناها على الانترنت او على الفيسبوك اعتقد، يعني على اي احد حاجه من حاجات السوشيال ميديا، وقررنا نجربها فلان لقيناها لذيذه قوي يعني. فهنجربها النهارده، وهنعمل رز بالحليب بالمشروم، وهنعمل كول سلو، بس الكول سلو الامريكي عاده بيتحط فيه تفاح، فاحنا هنعمل الاضافه دي النهارده وهنحط عليه تفاح، بيوديه في حته تانية خالص، بيخليه روعه. تعالوا نبدا بدبابيس الفراخ. محتاجين كيلو ونص من دبابيس الفراخ، ومحتاجين لتر من الحليب، كوبايه من الميه، ملح وفلفل اسود. والطبقه الخارجيه هتكون عباره عن نص كوبايه من الدقيق، ونص كوبايه من البقسماط المطحون، وبيضتين، ونص كوبايه من الحليب، معلقه صغيره من بهارات الدجاج، معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الزعتر الناشف، ملح وفلفل اسود، وزيت للقلي. هنبدا نعمل ايه اول خطوه عندنا؟ ده بقى الوصفه دي مناسبه للناس اللي بتحب الفراخ المقليه ولكن مش مقتنعه انها ما تبقى نيه، لا عايزه تسلقها. هتسلقوها ولكن في اللبن، هتكون جميله جدا طبعا. سلقها في اللبن بيديها طراوه فظيعه وبيشيل اي زفاره منها، وطريقه جميله جدا. يلا بينا. حلتي على النار، هحط فيها اللبن وشوية مية، وملح وفلفل اسود. هما فين اهم؟ شوية ملح وشوية فلفل اسود، وهنزل الفراخ تتسلق في الكلام الجميل ده. ما تنسوش طبعا ارقامنا على الشاشة 1710 تكلمونا عليها من اي موبايل، و0900 9710 من اي تليفون ارضي، تنورونا باتصالاتكم. يلا بينا. هناخد الفراخ من قبل ما اللبن يسخن ننزلها فيه. فاللي هيحصل دلوقتي ان الفراخ هتبدا تستوي مفيش مشكله طبعا ان الفراخ تكون مغسوله باي طريقه انتم بتحبوها. في حاله انا يعني انا بحب اعملها بمحلول النقع، فانا بنقعها في محلول النقع. هنزل كل الكمية بس، وبقت كده كل الفراخ مغمورة باللبن. هغطي عليها عشان بس أسرع تسخين اللبن، بس عيني معاها طبعا لأن ده لبن ممكن يفور. ومعانا مدام ايمان على التليفون. يا مدام ايمان اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا شيف ساره؟ ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله كلها كويسه، انت اللي عامله ايه؟ انا زي الفل الحمد لله. انا بحبك جدا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. لو سمحت ممكن اعرف طريقه السجق المقلي؟ السجق ايه اللي متشوح يعني العادي؟ حاضر يا حبيبتي، من عيني الاثنين. هو السجق ما بيتعملش فيه حاجه، السجق يعني اقصى حاجه هتحطي له شويه بصل وفلفل، ولكن هو يعني بيكون متبل ومتظبط وزي الفل لوحده. بتنزليه في زيت سخن او سمنه، ياخد التشويحه بتاعته مع البصل مع الفلفل، مش بتحتاجي تحطي اي توابل لان هو اوريدي بيكون ايه متبل زي ما قلنا. طيب الفراخ بتاعتنا على النار، وعايزين نبدا في الرز. نبدا في الرز ولا نطلع فاصل؟ براحتكم انا تمام. خلاص خلونا نطلع فاصل. الفراخ على النار مستنيينها تبدا تتسلق نص سلق كده، وهنطلع فاصل صغير جدا ترجعوا لنا منه نكمل حلقتنا، مستنياكم.
ورجعنا من الفاصل ونبدا ندخل على الرز على طول. قبل ما نقول المقادير تعالوا نحط حله على النار تسخن. ادي الحله نعلي عليها ونسيبها تسخن لحد ما نقول المقادير. بصوا الفراخ هنا اللبن على وشك انه يغلي، فما دام على وشك ما اقفلش بقى كده عشان هيفور، اخلي بس كده ايه سايبه حته عشان عيني تبقى عليه. الرز اللي بالمشروم واللبن اللي هنعمله النهارده هنعمله ازاي؟ هنعمله بكوبايتين رز بسمتي وطبقين مشروم مقطعينهم شرايح. الرز النهارده المشروم فيه كتير، يعني المشروم ماده مش حاجه كده تاتش صغير، لا حاطين مشروم كتير. طبقين مشروم واربع فصوص ثوم مفرومين، كوبايه من اللبن وثلاث كوبايات من المرقه، شويه زبده وزيت وملح وفلفل اسود، وهنقدم حالا. هنبدا قصدي فيه حالا. هنعمل ايه؟ اول حاجه كده على النار هنحط الزبده، مكعبين حلوين كده من الزبده هيخلوا الرز تحفه. وعلى طول هحط معاهم شويه زيت، الغرض من شويه الزيت دول حمايه الزبده من ان هي تتحرق. بس حبه صغيره كده. ممكن بعد اذنكم تدخلوا ملح. تقليبه ونستنى الزبده تسخن. ليه لازم نستنى الزبده تسخن؟ عشان لو ما استنيناش الزبده تسخن اللي هيحصل ان المشروم هينزل ميته، ودي حاجه احنا مش عايزينها تحصل. مع الملح من فضلكم دخلوا الخشب اللي بحط عليها المعالق. الزبده بتسخن واول ما تسخن كويس هنبدا ننزل لها المشروم. احنا عندنا توم بس ما تبداوش ابدا بالتوم لان التوم مش هيستحمل الوقت ده كله، هنحطه في الاخر يظبط معانا الدنيا وياخد التشويحه بتاعته بس ما يتحرقش. انا مش عايزاه كمان يغير حتى لون، انا عايزاه يفضل بلونه الفاتح عشان طعمه يبقى واضح جدا. حطينا المشروم وهنبدا نقلب. رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود. أشكرك. دي مش البلانشة اللي بحط عليها معلقي بس أوكي. المشروب بيتشوح وامورنا ماشيه تمام جدا. الفراخ نبص على الفراخ على وشك ان هي تغلي، شايفين اللبن على وشك ان هو يغلي والفراخ طبعا بتتسلق فيه. طبعا مش قادره اوصف لكم بقى الفراخ اللي بتتسلق في لبن دي بتبقى عامله ازاي، تبقى زي الزبده يعني وجميله جدا جدا جدا. هنقلب المشروم وعايزينه ياخد شويه كرمله. الكرمله دي بتفرق جدا في طعم المشروم وبتخلي حتى لون الاكل جميل كده، بياخد لون كراميل جميل كده ما يبقاش فاتح ابيض. والرز ده طبق جانبي عظيم جنب اي نوع من انواع البروتينات هيليق عليها جدا، بالذات كمان لو مثلا فراخ بالكريمه بقى الحاجات اللي فيها كريمات دي بيليق عليها قوي. المشروم لسه بيتشوح وطبعا المشروم بيبان في الاول كميه كبيره لكن هو بينزل على ما فيش عشان بينزل كل محتوى الميه بتاعه بيتبخر فبيقل جدا في الوزن. يا مدام روحيه اهلا وسهلا. ازيك يا ساره؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟
الحمد لله. انت اللي عامله ايه؟ الف سلام عليك، شفتي تعبانه ولا ايه؟ صوتي برضو لسه. بصي زوري قرر خلاص يبقى يعني يفضل ملتهب طول الشتاء، يعني مش راضي يخف. الف سلام عليك يا ربنا طارق، يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. بقول لك اللعبه اللي انت حطيتيه ده، حطيتي مش حطيت لهم ولا بوكيجا ونيه ولا حاجه ولا اي حاجه، ملح وفلفل اسود هنتبل بعد كده واحنا بنقليها. بس طريقه صراحه ربنا يبارك لك يا طارق، هتعجبك جدا ان شاء الله. ولو حابه حطيتي على فكره بتتعلم منك وبتخش المطبخ يا حبيبتي، ربنا يخليها لك يا رب وتشوفيها احسن واحلى. عملت حاجات منك انت كتير قوي حلوه جدا يا طارق. يا حبيبتي اشكرك على الكلام الجميل. ولو حد يا جماعه طبعا حابب يحط اي بوكي جرني، ورقتين لورا، عود، معرفش ايه، فصين حبهان، ممكن مفيش مشكله. ولكن هي فراخ مقليه فمش عايزين يعني ناخدها لطعم التوابل الشرقي قوي، حافظنا على طعمها ايه البسيط. يعني المشروم بيتشوح وبدا ياخد اللون اللي احنا عايزينه. انا شايفه ان ما دام بدانا ناخد اللون يبقى ممكن نيجي دلوقتي نحط الثوم واحنا مطمنين انه مش هيتحرق، خصوصا ان المشروم في المرحله دي بيكون بيقولوا عليها ايه، عرق او نده، يعني نزل شويه من السوائل اللي فيه، فبالتالي ما بقاش ايه وارد ان الثوم يتحرق بقى خلاص. هنقلب وكده هنطلع طعم الثوم مع المشروم. طبعا التركيبه العظيمه المشروم والثوم يعني مش قادره احكي لكم عليها، حاجه كده اخر لذيذه. تقليبه وفاضل كده بس ثواني للمشروم، وايه نقوم نازلين بالرز على طول. عايزين كمان الرز يتشوح معاه، هياخد من طعمه هيبقى تحفه. ريحه تحفه. ايه يعني ما كانش في حاجه، يعرف لما تروح تقعد في كافيه ويجيبوا لك البسكوته الصغيره دي اللي مع الكوفي، فين يعني؟ لا مقصرين بصراحه، لا يعني ده الشغل، فين ظبط الشغل؟ بص المشروم ده بالظبط المنظر اللي عايزين نشوفه، اللي لما نشوفه نعرف ان هناخد شويه نكهه ملهاش حل. تقدروا على فكره تضيفوا اي اعشاب انتوا حابينها، بقدونس، كزبره، بقدونس مع المشروم طبعا بيبقى تركيبه جميله جدا. الوصفه دي تقدروا تضيفوا لها اي خضار، تقدروا في المرحلة دي تضيفوا قطع فراخ، قطع سجق، براحتكم. بس احنا عاملينه النهاردة بما انه طبق جانبي وجنبه فراخ مش حاطين له اي بروتين. هنعمل ايه دلوقتي؟ الرز البسمتي بقى ذات نفسه عايزينه ياخد من الطعم التحفة ده، طعم التوم اللي انا ريحة التوم اللي انا شماها دي عايزاها تتنقل الرز ومعاها برضو المشروم. فهنقلب وناخد اسماء على التليفون. يا اسماء اهلا وسهلا. الو، ازيك يا اسماء؟ انا ايوه يا اسماء معاكي. عايزه لو سمحتي يا شيف طريقه الرز البسمتي. رز ايه؟ بسمتي. ابيض ولا اصفر ولا ايه؟ ابيض. حاضر، يعني هو بيتسلق في الميه مفيش ليه طريقه قوي. رز بسمتي كوبايه رز، بتاخد كوبايتين من الميه او المرقه، حابه تحطي له ورقه لورا، فصين حبهان، تمام مفيش مشكله، وبس. ونار عاليه لحد ما يشرب ميته، بعد كده بنوطي النار. الرز هنا بيتشوح مع المشروم والثوم، فطبعا انتوا مش فاهمين بقى اللي بيحصل. يعني دلوقتي النكهه هتبقى في حته ثانيه خالص. هنعمل ايه؟ هنسقي بقى دلوقتي بالسوائل. عندنا المرقه مرقه بقيه المقدار، واللبن مش محتاجة أزود غير رشة من الملح الصغيرة، لأن أنا أوريدي عندي مرقة بتبقى ملحة، وأنا أصلا من الأول حاطة للمشروم رشة ملح، فموضوع الملح هيبقى بس مش أكتر من كده. عنا مع الفراخ، بصوا اللبن بدأ إيه أو قرب يغلي، فعنا معاها ليفور. نيجي هنا نقلب بس ونطمن إن كل الرز متقلب مع كل حاجة كويس.
وهنغطي عليه سوى رز عادي جدا، نار عالية لحد ما يشرب السوائل بتاعته. بعد كده نوطي درجة الحرارة ونسيبه يكمل سوى على البخار. ماشي. الفراخ اهي بصوا بتتسلق. ناخد ايمان على التليفون واحنا بنقلب كده، بنقلب عشان نضمن ان كل حتة تكون متساوية يعني في السوى. يا ايمان اهلا وسهلا. استاذة سارة عاملة ايه؟ ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ حبيبتي بحب كل وصفاتك والله. تسلميلي يا رب يا حبيبتي، كلك ذوق. ربنا يخليكي يا رب وتسلميكي معانا كده دايما على طول. حبيبتي ربنا يخليكي، وانا اللي بسعد بوجودي معاك، وربنا يخليكي يا رب. ربنا يخليكي. شكرا جزيلا. كنت بس عايزه اعرف الوصفه بتاعت المشروم من الاول عشان ما فتحتش لسه فاتحه دلوقتي. الرز؟ اه. حاضر انزل لك المقادير واقول لك عملنا ايه حالا. تسلمي ايدك، ربنا تسلمي يا رب. تسلمي يا حبيبتي نورتيني. ننزل مقادير الرز يا جماعه؟ يلا نزلوا لنا مقادير الرز. اللي عملناه يا حبيبتي ان احنا شوحنا المشروم في الزبده برشه ملح وفلفل اسود، وبعد كده لما اخذ اللون الكراميلي كده الحلو اللي يخلينا عارفين ان الرز ده هيبقى طعمه تحفه، قمنا ضايفين له الثوم مشوحينه معاه تشويحتين تقلبتين سرعة كده، وبعد كده ضفنا لهم الرز قلبناهم معاهم سقيناه بالميه واللبن وسايبينه يستوي بالمرقه واللبن وسايبينه يستوي سوا رز عادي جدا. والفراخ هنا اهي بتغلي. هنطلع بقى فاصل صغير جدا دلوقتي، ولما نرجع نشوف هنكمل حلقتنا بايه ووصفاتنا تاني فيها ايه. مستنياكم. رجعنا من الفاصل. الفراخ بتاعتنا اتسلقت، يعني ايه نقدر نقول نص سلق. طيب هل احنا محتاجين اكتر من كده؟ لا هو ده كفايه، بس الناس اللي بتحب الفراخ مستويه قوي بقى وبتقول لا ده احنا بنبقى عايزينها تستوي خالص، ممكن يسيبوها تستوي كمان حبه ما فيش مشكله، ولكن انا بالنسبه لي هكتفي جدا بهذا القدر من الامكان لان هي لسه هتتقلي، فكده كفايه قوي قوي قوي. هشيلها من هنا، هجيب طبق دلوقتي او صينيه او اي حاجه افرد بس عليه الفراخ تبرد، عايزاها تلحق تبرد. ثواني نجيب طبق واجيلكم. يلا بينا. ناخد الفرخات الحلوات نطلعهم من اللبن. هنا كده بس عشان يبردوا. وبنلاحظ بقى ان ايه الفراخ بتنزل بقى الحاجات اللي ما بتبقاش عاجباكوا دي في الوراك وتقعدوا تشتكولي منها. طبعا هو محلول النقع بيسحب كل ده برضو عشان يعني ايه نبقى عارفين. الفراخ دي ما اتنقعتش، لو كانت اتنقعت ما كناش هنلاقي اي حاجة بتنزل منها، ولكن انا بحب دايما يعني انا لما بعملها في البيت ما بستخدمش طريقة السلق، ولكن ما لازم الانسان مدام بيقدم معلومه لجمع كبير من الناس ما يبقاش متعنت في رايه. عادي مدام في ناس بترتاح اكتر للسلق ما فيش مشكله ابدا ان احنا نقدم لهم طريقه يكون فيها سلقه. عادي لازم نرضي جميع الاذواق حتى لو هي تختلف مع اللي احنا بنعمله. يعني حتى دايما لما بقول لكم على موضوع نقع الفراخ بقول لكم انا شخصيا بنقع، لكن اللي عايز يغسلها تمام براحته مش هنقول لا يعني، لكن انا شخصيا بنقع. هسيب بقى الفراخ دي تهدى كده من الحراره شويه على جنب لحد ما اجهز بقيه الحاجات. اللبن بتاع الفراخ مش هنرميه، اللبن ده هنخليه هنعمل بيه هنصفيه من اي، احيان بيقع بقى حته جلد حته لحم بنصفيه وبنستخدمه. انا هستخدمه وما بيبقاش يا جماعه عشان بس الناس اللي بتقلق ما بيبقاش فيه اي زفاره ولا اي حاجه، بالعكس بيبقى طعمه جميل جدا من الفراخ، فما حدش يفتكر ان هو فيه حاجه هتضايق. وهنعمل بيه صوص جميل جدا. انا بس محتاجه مصفى بعد اذنكم او قولوا لي هي فين. ماشي اه لقيتها خلاص اشكرك. هنصفي اللبن ده ونخليه على جنب كده جاهز
مستني ان احنا نعمل بيه الصوص. يلا بينا. بصوا حتت صغنطوطه كده من الفراخ وشويه شوائب بتكون ايه وقعت، فاحنا بنصفيها عشان عايزين اللبن ده نضيف كده فله. هقول لكم هنعمل بيه ايه، بس كده هنسيبه برده على جنب هنا كده جنب الفراخ لحد ما يجي وقت استخدامه. والحله دي متشكرين كده مش عايزينها تاني. طيب تعالوا نبص على الرز، هل شرب ميته؟ اوبا، محتاجين حالا نوطي النار عليه. ندي كده تقليبه، ودايما تقلبوا الرز يا بسباتشولا يا بشوكه، وهنوطي عليه خالص ونسيبه يكمل سواه على البخار. بقى دي مرحله مهمه جدا، هي اللي بتخلي الرز ينفش وبقى يبقى فلافي كده وجميل وحلو. معانا على التليفون مين؟ إمام ولا إيمان؟ بالميم. إمام معانا على التليفون يا إمام، يا أستاذ إمام أهلا وسهلا. ألو. أيوة، إزيك يا إمام؟ الله يسلمك. عامل إيه يا حبيبي؟ الحمد لله. أأمرني. عايز طريق بلح الشام. بلح الشام من عينيا يا إمام حالا. يلا يا نور هاتي الإمام بلح الشام، ربنا يخليكي. شكرا يا حبيبتي. ماشي، ناخد مدام ناديه الاول بعدين نرد على نكمل نقول المقادير. يا مدام ناديه منوره. صباح الخير والهنا والسعاده. الله يخليكي يا حبيبتي، صباح الجميل. عندي كلام ياما من امبارح، حضراتكم طلعتوا فاصل وسبتوني على الخط. ايه اللي حصل؟ كنت داخله بقى اقول لبابا سنه حلوه يا جميل. احنا فيها. والحاجات جميله، هو وزوج صورته جميله جدا. وبدعي له ان ربنا يخليه لكم يا رب. يا رب يا حبيبتي. يعني انا بحس كده من شكله الطيبه والحنيه، وربنا ما يحرمكم منه ابدا ولا من ماما ان شاء الله. ربنا ولا يخليكي. ربنا يخليكي النهارده منوره قمر زي العادي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ثانيا امبارح الحلقه كانت تحفه، كنت هتجنن من جمال المكرونات اللي كنت عاملاها يا ساره، وبشكرك عليها حقيقي جميله. حبيبتي حبيبتي. وانا من عشاق طبعا الجبنه اللي هي اللي بتقعدوا تقولوا عليها وحشه، الريكفور. الريكفور. ايوه انا بحبها جدا، وان شاء الله هنفذ الطريقه بتاعت حضرتك. هتعجبك. اللي هي بالتونه برضه عجبتني كتير. بالصحه والهنا يا رب. طبعا محلول النقع ده لا غبار عليه. ده جميل، ده حبيبي. ده رائع، ده رائع رائع. حبيبتي. يعني انا كل مره هكلمك هقول كده، لان انا صح يعني اكتشفت ان هو يعني بينزل. انا اول ما بحط الفرخه بتبقى عادي فيها بيضة، بنقعها من بالليل اقوم الصبح الاقيها حمرا خالص الميه اللي نازله، بيشد كل الدم. طبعا الفراخ او الارانب او كده بنحطها في الفريزر على طول من غير غسيل. ايوه، راح على طول بقى تاني يوم حطها بقى في محلول النقع. وبعدين انا عامله شويه بهارات ريحتهم جميله حبيبتي، حبهان وورق لوري واللي هو روز ميري، يعني الثلاثه دول بحطهم صحناهم، انا بحط حبه معاهم في الميه، بتبقى روعه، بتبقى ريحه جميل. يا ساره تسلم ايدك وافكارك. تسلمي يا حبيبتي. وربنا ما يحرمنا منك ولا وقفتك ولا كل المجهود الجميل اللي بتقومي بيه. تسلمي يا رب، ربنا يخليك يا مدام ناديه. تسلمي يا حبيبه قلبي، كل ذوق، وبشكرك جدا على كلامك الجميل. يلا بينا ندخل على الكول سلو. انا بجيب بس كل ادواتي عشان نبدا نشتغل على طول. الكول سلو اللي هنعملها بالتفاح النهارده فظيعه فظيعه فظيعه، شويه الحلاوه اللي من التفاح مع المزازه بتاعت بقيه الوصفه حاجه كده عالميه. عندنا راس كرنب فرنجي مقطعينها جوليان، وراس كرنب احمر برده مقطعينها جوليان. ده مش الكرنب البلدي اللي بنلفه عشان المحشي، لا، الكرنب الفرنجي الصغير اللي بيبقى شبه الكابوتشا شويه. ثلاث جزرات متقطعين برضو جوليان او شرايح رفيعه، واحده تفاح اخضر شرايح، واحده تفاح احمر، واحده تفاح اصفر. انا جمعت كل الالوان، لكن اي تفاح ينفع مش لازم الالوان كلها.
بصلايه بيضه متقطعه مكعبات صغيره وبتفرق جدا في طعم الكولسلو، اللي مش عايزها يشيلها مفيش مشكله. 6 فصوص ثوم مفرومين ناعم، كوبايتين مايونيز وكوبايتين من اللبن الرايب ونص كوبايه من العسل الابيض. يلا بينا نعمل الدريسنج. اول حاجه هناخد المايونيز في نفس البوله اللي هنجمع فيها السلطه، الثوم، اللبن الرايب اللي هو بالنسبه لي يعني بيظبط الدريسنج بتاع الكول سلو ظابطه ملهاش حل، العسل الابيض، في ناس بتحط سكر مفيش مشكله خالص، بس العسل بالنسبه لي بيدي طعم احلى واصح وبيدوب اسرع في الدريسنج بتاع الكول سلو، فانا بفضل العسل، ولكن اللي هيستخدم سكر مفيش اي مشكله. هنقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه، نعمل الدريسنج بتاعنا، ياخدش حاجة طبعا، ناقصه بس حاجة واحدة، ملح. ما بنحط لهاش فلفل اسود خالص، ملح بقى على قد كل الخضار، ونقلب تاني. زي الفل كده. هاجي دلوقتي اضيف كل الخضار وانا بكلم مدام منال. يا مدام منال اهلا وسهلا. الو. ايوه. انا دلال مش منال، انا دلال. انت ايه؟ انا دلال. دلال، مدام دلال، ازيك يا مدام دلال؟ صباحك فل يا شيف ساره. صباحك جميل يا حبيبتي. بقى يعني بس حضرتك يعني الحمد لله ان انا كلمت حضرتك النهارده، عشان انا مش بعرف اتكلم ابدا. بعد اذن حضرتك انا لقيتك حطيتي الفراخ في اللبن. هل حطيتي بصل مثلا او حاجه او دريسنج او اي حاجه؟ لا، اللبن ملح وفلفل اسود. ملح وفلفل اسود فقط لا غير. ملح وفلفل اسود وسلقناها فيه. ده كل اللي حطيناه. الفراخ اللي بالحليب، فكرتك يا نور. ايه؟ ايه؟ كله قاعد يسالنا احنا عملنا ايه في جزئيه الحليب، بيجي لنا تليفونات كتير نور بتقول لي. فجزئيه الحليب يا جماعه احنا ما عملناش اي حاجه خالص غير ان احنا خدنا الفراخ سلقناها في حليب، حاطين له ملح وفلفل اسود، ممكن تحطوا له مكعب مرقه، ممكن تحطوا له بصل متقطع، ممكن تحطوا له ورقتين لورا، بس احنا ما احتاجناش نعمل كده في الوصفه دي، ولكن ممكن ما فيش مشكله يعني البوله صغيره قوي. طيب انا ايه؟ انا شايفه ان اصلا انسب حاجه مثلا، لا انسب حاجه ان انا بايدي، انسب حاجه ايدي. بالراحه كده، هاتوا من تحت لفوق، والخضار ده على فكره هينزل على ما فيش دلوقتي، بس لازم بياخد شويه وقت. ناخد ام صلاح على التليفون واحنا بنقلب كده بالراحه. يا ام صلاح اهلا وسهلا. ايوه اهلا يا شيف ساره، ازيك عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله كويسه يا رب دايما. لو سمحتي بس بعد اذنك كنت عايزه اعرف عجينه الكريب وعجينه البيتزا. عجينه الكريب والبيتزا؟ الكريب. لو سمحت بعد اذنك صلاح ابني عايز يكلمك، ينفع؟ انا بس مش سامعه انت عايزه ايه، الكريب والبيتزا؟ حاضر، الكريب قطع، الكريب والبيتزا من عيني الاثنين، وكلمينا تاني عشان اكلم ابنك طبعا على عيني يعني طبعا تأمريني يا حبيبتي. بصوا مع التقليب بقى اللي بيحصل ايه؟ الخضار بيهبط، فما يغركوش يعني انه كان عامل نفسه جامد ومللنا البوله في الاول، لا كل ده بينزل على ما فيش. قلبوا بس كويس بالراحه كده، هتلاقوا الدنيا ظبطت معاكوا جدا. اهي بس خلاص تم بحمد الله. هي الايد احسن اداه في المطبخ والله. بس هنسيبها كده على جنب. لحد ما ايه؟ الخضار يهبط اكتر كمان واكتر، عايزه انضف مكاني وارجع اشوف الفراخ بقى دي هنعمل فيها ايه؟ الفراخ دلوقتي هيتعمل لها خلطه
قلي كراست خارجيه، طبقه خارجيه مقرمشه. نشيل بس الكلام ده وننظف الدنيا. الكرنب الزياده ده نشيله على جنب، يستخدم في حاجه تانية. في حد قبل كده انتقدني انتقاد كوميدي قوي، بتقول لي ان انا بستخدم مناديل كتير عشان انظف. طب ايه، نسيب الكاونتر مش نظيف مثلا ولا نعمل ايه؟ في البيت بيبقى عندنا فوط بنستخدمها، لكن احنا هنا ما بنقدرش نستخدم فوط، لان اكيد منظر الفوطه وهي عليها بواقي اكل او مش نظيفه مش هيبقى منظر يسر الناظرين يعني. ومن وجهه نظري برامج الطبخ وكل البرامج الغرض منها الانترتينمنت يعني اللي موجوده على الشاشه، لازم دايما تقدم لنا كل حاجه بشكل حلو علشان هي غرضها انها تسر نظرنا فعلا يعني، فما ينفعش يبقى فيها حاجات قبيحه. فده بس السبب يعني. تعالوا بقى نجهز الطبقة الخارجية بتاعة الفراخ. بنعمل ايه دلوقتي؟ نطلع فاصل. هنطلع فاصل ولما نرجع نبدأ فيها. فاصل صغير ومستنياكم. رجعنا من الفاصل وبنعمل دلوقتي الخليط اللي هنغلف بيه الفراخ. الفراخ هديت من الحرارة، الكول سلو قدمناها، امورنا كلها تمام. عايزين مضرب بس سلك، وعايزين الملح والفلفل الاسود جنبينا كده. الزيت على النار احنا سايبينه يسخن، رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح. انا بحب بس احط ايه شويه دقيق يتقلوا كده الخليط، يبقى زي العجينه فيمسك على الفراخ ويمسك لي البقسماط. شويه دقيق كمان. بس حلو قوي كده. وبحب برضو اخد شويه كده من التوابل على الخلطه بتاعه البيض. واحنا بنكلم مدام هدى. يا مدام هدى، ازيكي يا مدام هدى؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ انا زي الفل الحمد لله. بصي يا شفتاره، من فضلك انا عايزه، انا معايا مقادير العيش السرايا من حضرتك. تمام. بس عايزه اعرف الطريقه. حالا اقولها لك. حاضر. تسلم لي. تسلم يا رب. تسلمي يا حبيبتي. بصي يا ستي، عيش السرايا السكر هتحطيه يبقى كراميل، كراميل لونه كهرماني كده. بعد كده هتضيفي له مقدار الميه كله، يغلوا مع بعض. هتقومي جايبه طبقك رصه فيه العيش المتحمص وتسقيه بالشربات ده، شربات الكراميل اللي احنا عملناه، تسقيه بيه. وبعد كده تحطي بقى على وشه كريمه، ما تحطيش براحتك بقى خالص، وتحطي له المكسرات اللي انت عايزاها. بس كده، ده امر عيش السرايا كله. ادي الدبابيس هناخدها في خلطه البيض ونبدأ نقلب نغلفها بيها. طبعا ليكم مطلق الحرية تسيبوا الجلد او تشيلوه يعني، انا سايباه. تمام، خلصنا كده. وممكن نيجي ناخد رش الدقيق، بتساعدنا العجينة تمسك أكتر. إيه؟ نقلي فيها؟ لأ، ملهاش داعي خالص. حلة الضغط مش للقلي يا حمدي، حلة الضغط لتسوية الحاجات اللي بتاخد مني، عايزين نعمل عنها حلقة والله، تسوية الحاجات اللي بتاخد مني وقت طويل. عايزة أسلق بطة، بدل ما هتاخد لي 3 ساعات هتاخد لي ساعة، فاهمني؟ عايزة شوية لحمة كده أنا عارفة إن هي إيه، عجوزة،
فكده بس للقلي لا، هي مش للقلي طبعا. احنا كده الفراخ اتغلفت بالعجينه اللي هتمسك لنا البقسماط، محتاجين نشيل الطبق ده ومحتاجين نجهز خليط البقسماط. مضرب سلك وبوله تانيه ودي كده نجيبها على جنب، ونيجي هنا هنخلط البقسماط بشوية دقيق بالتوابل، بابريكا، زعتر، شوية بهارات فراخ، ملح وفلفل، وهنقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه. واحنا بنكلم مدام ايمان. يا مدام ايمان اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك حبيبتي عامله ايه؟ احنا في الصاله في الدنيا، عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ حبيبتي تسلمين يا رب. عامله ايه النهارده؟ آه الحمد لله، الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله يا رب، كل الحفله جميله كده يا رب. يا رب يا حبيبتي. اوكي يا رب يا رب، ربنا يخليك. انتوا عاملين ايه يا حبيبتي؟ كله زي الفل. إيه؟ بابا كويس الحمد لله، زي الفل الحمد لله يا رب، الحمد لله دايما على طول يا رب. وانت عامله ايه يا رب؟ انا زي الفل يا حبيبتي. بس عامل معاكي ايه؟ يعني مش راضي يفارقني الحقيقه، خلاص بقى معايا الحمد لله. بسم الله ما شاء الله، لو اول النهارده منوره، شايفاك النهارده منوره والله. ما انا قررت اتجاهله بقى، اللي هو ايه، خلاص خليك قاعد بقى أحسن. وانا مش هركز معاك. لا لا احسن كده، ايوه احنا اللي نحاربه بقى. يلا الحمد لله. ربنا يديك الصحه ويخليكي ويحسن ما بين ايديكي. تسلمي لي يا رب. حبيبتي تسلمي يا مدام ايمان، ربنا يخليكي يا رب. يا رب ودايما تفضلي بصحه جيده يا رب، وما يجبركيش اي حاجه ويحسن. الله يعزك ويخليكي يا حبيبتي، وبشكرك على سؤالك دايما، ربنا يخليكي يا رب. هنعمل ايه دلوقتي؟ اللبن لاحظوا احنا لسه مخلينه على جنب كده، عايزينه بس لما يجي وقته. الفراخ، البقسماط طبق، ونبدا نشتغل بايدينا من ده على ده على طول. انت مقطوع مش عايزينك. يلا من هنا على خلطة البقسماط بالدقيق، على الطبق، نغلف وعلى الطبق، ناخد اتنين مع بعض. ونغلف كويس من غير ما نقعد نضغط عليها علشان تفضل كده ايه، منعكشه ومقرمشه. النعكشه دي هي اللي بتدي قرمشه في القلي، لكن لو قعدنا نضغط ونسويها عمرها ما هتبقى ايه فيها النعكشه اللي بتحبوها اللي بتقرمش دي. ناخد اتنين كمان وممكن بقى نبدا نقلي. ناخد جنة على التليفون. يا جنة ازيك؟ الو ازيك يا جنة؟ قطع يا جنة، كلمينا تاني، اهلا وسهلا بيكي. نبدأ قلي، تعالوا بقى الزيت هنا عايزين ايه، نشوف اخباره ايه. تمام، نبدأ ننزل الفراخ، ننزل بس من عليها الدقيق الزيادة الأول، وننزل كمان بلح الشام على الشاشة للي طلبوه مننا، وعنب اليمن. يعني فين بلح الشام وفين عنب اليمن؟ أنا بس عايزة كده أوسع. ناخد دبوس كمان بس، حلو قوي كده. نكمل وبلح الشام على الشاشة، طلب مننا النهاردة في الحلقة، وطبعا طلباتكم أوامر. نعمل الدبوس اللي فاضل، الدبابيس اللي فاضل. طبعا اللي أنا بعمله ده مش لازم دبابيس، يتعمل بأي وصفة، فرخة كاملة وتتقطع 8 قطع، جناحة اللي بيحبوا ياكلوا الجناحة المقلية، أنا بحبها قوي بصراحة، بعتبرها من أحلى النقنقات يعني. اللي عايز يعمل أي قطعة من الفراخ زي ما قلت تنفع، مفيش مشاكل خالص 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 خالص.
يلا تقليب كده على الهادي خالص، ودرجة الحرارة في الزيت نخليها عالية، يعني الزيت يبقى سخن عشان بس الفراخ أول ما تنزل الكراست تمسك عليها. بعد كده بنوطي درجة الحرارة لدرجة متوسطة عشان نضمن إن الفراخ استوت. آخر اتنين. اهم حاجه بس الكراست تغطي كل حته فيها، نقعد نقلب كده لحد ما نطمن ان كله اتغطى. وانا بحب كده وانا سايباها في الطبق اقوم جايه كمان رش عليها تاني كراست، بيخليها كمان تطلع مقرمشه اكتر لانها هتعرق دلوقتي او هتندي والكراست دي هتمسك عليها اكتر. ماشي، نشيل الطبق الفاضيه ونرجع نكمل. بصوا بقى في الزيت هتلاقوا الفراخ بتتقلي بتقرمش كلها مغمورة في الزيت، ما عنديش اي مشكلة خالص في اي حاجة. الرز ده اعتقد يعني انه كده تمام، اه ده تمام التمام كمان. هقفل عليه واشيله كده يهدى من الحرارة قبل ما اقدمه. مالها مضايقاكي في ايه؟ اه قلقانة؟ لا ما تقلقيش اطلاق، مش عارفاني يعني قنبله تركيز. بصوا يا جماعه، اه انا ما اقولش حاجه كاني ما كذبتش. بصوا المنظر تحفه، خلط البقسماط بالدقيق بيدينا نتائج ممتازه في الكراست الخارجيه. تعالوا بقى كده واحنا واقفين بسرعه نشوف اللبن اللي احنا حوشناه ده هنعمل بيه ايه. اللبن ده هنعمل بيه صوص جبنه شادر، حالا هينزل لحضراتكم على الشاشه. انا مش عارفه احنا عاملين له مقادير ولا لا، هينزل له مقاديره، هينزل مقاديره على الشاشه حالا لحضراتكم. يلا بينا. صوص الشيدر هناخد 3 كوبايات من الجبنه الشيدر الحمراء، معلقتين صغيرين من المرقه الفوريه، ممكن يبقوا معلقه واحده، والحليب اللي سلقنا فيه الفراخ ولكن بعد تصفيته، مهم جدا موضوع بعد تصفيته، بنصفيه تماما من اي شوائب ونبدا نشتغل بيه. هنعمل ايه دلوقتي يا حبايبي؟ بصوا بقى اللي هنعمله ان احنا هناخد شويه من اللبن ده، مش كله، شويه. ثواني اجيب مغرفه. باخد قد مثلا 3-4 مغارف. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، كفاية قوي. لو احتجت زيادة اهو جنبي هاخد منه تاني. هعلي عليه النار وهستنى يسخن، او الحقيقة هو سخن اوريدي فاقدر اخد الجبنة انزلها على طول. هاخد اول حاجة المرقة، عايزه انكهه بشويه مرقه تدي طعم تحفه لصوص الجبنه، وهنزل الجبنه الشادر تبدا تسيح وسطه. يلا بينا. الدبابيس بقت قمر. احلى من كده. واضح طبعا يعني مستوى القرمشه اللي احنا بنتكلم فيه، والقرمشه دي تاني باكد عمرها ما هتحصل لو قعدتوا تضغطوا على الدبابيس وتنيموا الكراست، خلوها منعكشه، ما حد النعكشه كتير قبل ما نقليها معناها انها هتبقى كده بعد ما نقليها. يلا الدور الثاني، ندخل بالدور الثاني على طول عشان يلحقوا ان شاء الله يطلعوا معانا قبل الهوا. شفت عجبت
عجبك؟ لا ده اسال كمان، اسال مونتي يقول لك على البرويتس اللي انا باخدها. ده باخد شويه برويتات على الهوا. قول له احكي له يا ابني، احكي له احكي له، انت تشهد مش كده؟ بالظبط. طبعا اكتر حاجه يعني ممكن ايه تموت المخرج في الكنترول المذيعه اللي بتتحرك كتير. فطبعا حضراتكم لو حصلتوا في الحلقه الواحده انا بتحرك قد ايه هتعرفوا حمدي والمصورين هنا بيعانوا قد ايه، احنا بنعاني مش كده؟ اه يعني الناس بصراحه يعني شايفين المر معايا، يعني انا بتحرك كتير جدا وبتحرك بسرعه كمان وبتحرك حركات مفاجاه وبعمل حاجات غريبه وبطلع بره البلاتو، فهم يعني يلا معلش ابتلاء يا جماعه، ابتلاء ابتلاء. ربنا يخليك يا حمدي. يلا بينا نبص هنا ايه اللي حصل. بصوا بقى الجبنه الشيدر، الله الله الله، عماله تسيح مع اللبن والموضوع بقى مش طبيعي. الصوص ما بنخلوش تقيل قوي على النار، ليه؟ علشان لو خليناه تقيل قوي على النار هيبقى بعد كده ماسك مكتل مش صوصي لما يبرد، لان احنا لازم نعمل حسابنا انه دلوقتي سخن، فهو لسه لما يبرد هيوصل للقوام المظبوط. تعالوا كده نعمل ايه، انا عايزه اطمن عليكم يا اولاد ان كلكم جوه الزيت. اه كلكم جوه الزيت. نبدا نقدم الرز القمر اللي احنا عاملينه ده، هنقدمه في ايه؟ خلوني افكر. ماشي نقدمه هنا. اقدم في حاجات شفافه ولا اقدم في الحاجات المنقوشه دي؟ ايه رايكم؟ موافقني على ايه؟ انت وافقتني من غير ما تحدد على ايه. شفافه؟ ماشي شفاف شفاف، مش هنزل لك الكلمه اهو، ده شفافه يا سيدي. احلم انت بس واحنا ايه ننفذ لك احلامك. يلا هنقدم الرز. بصوا بقى منظر الرز، واحكولي بقى ده لما ينزل عليه كده صوص الجبنه الشيدر وجنبيهم شويه كول سلو مع دبوس مقرمش من القمر اللي احنا عاملينهم دول، يعني اكله بقى، اكله 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 تقوموا تعملوها دلوقتي. شايفين يا جماعه الرز البسمتي مستوي حلو ازاي؟ عشان مقدار الميه مظبوط، مقدار الميه مظبوط، واديناه لوقته وخليناه يستوي على البخار، يكمل سواه على البخار، فيطلع معانا بالشكل الفظيع القمر اللي انتوا شايفينه ده. ادي الرز في طبق شفاف زي ما حمدي طلب. نوديه بقى ناحيه التقديم. عندنا ايه تاني؟ صوص الجبنه الشيدر، اه. ونيجي نحط الصوص كمان. عندي ايه يا نور؟ قولي اللي قلتيه ده تاني. اه هظبط. يلا صوص الشيدر، الجبنه ساحت وكل امورنا تمام. هو باين سايل دلوقتي لكن هو مش هيفضل كده صدقوني، لما يبرد هيبقى صوص. ادي الصوص. نجيبه هنا كده لحد ما ايه نشوف وضعه ايه، والفراخ بتتقلي وامورنا زي الفل. نبدأ نقدم في الفراخ اللي استوت لحد ما التانية تجيلنا. عايزين برضو طبق. وانا مجهزة كده شوية حاجات بس نزوق بيها عشان يعني ايه تكتمل المعزوفة الجميلة من الاكل اللي شكله لذيذ ده بشوية تاتشات كده ولمسات صغيرة في الاخر تخلي كمان الدنيا احلى. فانا هجيب كل حاجة التقديم معايا هنا، عندي شوية كرنب احمر هحطه في ارضية الدبابيس، تقدروا تحطوا خس كابوتشا،
تقدروا ما تحطوش حاجه خالص عادي مش هيقول لا، بس هو يعني اي خضار تحت كده بيتحط بيمتص الزيت الزياده وبيكسر اللون بيدي لون حلو. انا بحب كده ونبدا نرص الدبابيس. حالا بس نرص الدبابيس يا هل يجوز؟ يعني والله مش عارفه بفكر لسه، انا بقول جنبيها ما نبوظش شكلها صح؟ نسقسق يعني عارفين الحاج كنتاكي ربنا يبشبش الطوبه اللي تحت راسه، لو سمع لو سمعكم انتوا بتقولوا على الفراخ بالجبنه نسقي يعني عارف هيرجع هيتمنى ان يرجع بيه الزمن عشان ما يطلعهاش. اه والله الراجل يعني ايه والله يعني يعني مش كنتاكي فرايد تشيكن اوكي لا. يلا بينا. ايه بتفرقعي في وشي ليه؟ ايه ده يعني ينفع اعملها المعامله الجميله دي واسلقك في اللبن وادلعك اخر دلع وتيجي تفرقعي في وشي؟ الله متنسوش ضروري جدا النار تبقى سخنه في الاول الكراست مسكت وامننا نفسنا، نوطي النار عشان السوى يتم، وما تنسوش برضو تبقوا حلوين كده عشان ما تبقوش زيي، وتطفوا النار على الزيت اول ما تخلصوا عشان انا استاذه في ان انا انسى الزيت على النار. فجاه كده ايه تلاقوني ايه ده هو ايه الريحه دي وافتكر بقى ان انا سايبه زيت على النار يا عيني طلع روحه. اللبن ده خلاص خدنا منه غرضنا وكده فاضل بقيه الدبابيس القمر دي تترص جنب اخواتها. شايفين الحلاوه وشايفين الخطوات المظبوطه بتطلع لنا نتائج مظبوطه ازاي؟ محدش يقول انا ما بعرفش اطبخ، لا هو بس احنا كل الموضوع ان احنا محتاجين نمشي على خطوات دقيقه تطلع لنا نتائج حلوه. الله طبق طبق يعني. ونبعت بقى ايه نبعت تحيه جامده قوي وسلام مربع للاستاذه نور صاحبه الفكره الجميله دي عشان هي صاحبه الفكره في الوصف حبيبتي. شعب مصر يعني مش هينسالك الجمال دي والله يا نور. يلا الصوص اهو عايزين بقى نعمل التاتش الاخرانيه ونقول باي باي. طبعا بفكركم ان قعده الحلقه الجميله دي هتكون الساعه 8 وربع بالليل، وبفكركم ان كل الحلقه الجميله دي برضو بتنزل على اليوتيوب، فحتى لو فادتكم الاعاده نعم وبفكركم برضو يا جماعة ان الحلقة دي كاملة كده زي ما هي بتكون موجودة على اليوتيوب، يعني حتى لو فاتتنا الإعادة عادي جدا مش نهاية العالم. وبفكركم برضو ان كل حاجه بنعملها بتنزل على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصه بالقناه والخاصه بيا، ساره عبد السلام بالعربي وبالانجليزي وبي ان سي فود او بانوراما فود، هتلاقونا على اليوتيوب وعلى انستجرام وعلى الفيسبوك، وبنتفاعل معاكم بشكل يومي، بننزل الحلقات، بنجاوب على اسئلتكم، بننزل حاجات جديده، بننزل فيديوز اصلا من خارج البرنامج خالص، فمهم جدا ان انتوا تتابعونا كمان على السوشيال ميديا مش بس على البرنامج. انا حطيت شويه فلفل حامي كده على وش الرز ده، طبعا اللي بيحبوا الحامي، اللي ما بيحبوش هيتجاهلوا الخطوه دي تماما. ووجبتنا كملت.
الوجبه كانت ايه النهارده؟ كانت الفراخ المقليه المقرمشه. ولكن للناس اللي مش مقتنعين او مش مطمنين او مش مرتاحين نفسيا لان هم يقلوا ني على طول، اهو دي طريقه بالسلق. سلقنا في اللبن، والسلق في اللبن بيضيع اي حاجه يعني ممكن تضايقكم في الفراخ، وبيخليها مستويه وبتدوب في البق كده زي الزبده. وكمان بيعمل ايه؟ بيعمل لنا لبن جميل جدا اخد طعم سلق الفراخ، ممكن نعمل بيه وصفه ثانيه. فاحنا عملنا بيه صوص الجبنه الشدر، وعملنا الفراخ المقليه اللي عملنا جنبها. انا حبيت استوحي حاجه، انا عماله الف حوالين نفسي مش فاكره انا عايزه ايه، عايزه ميه. و عملت الرز ده يعني كبديل عن فكره الريزو، لان يعني فكره الريزو مع الفراخ المقليه خلاص عملناها كتير قوي، فبرضو ايه محتاجين بدائل. فعملنا الرز اللي بالمشروم، وعملنا كول سلو ولكن فيها تاتش التفاح الامريكيه، هي تاتش امريكي بيحطوا دايما فيها تفاح، وهي تاتش جميله جدا. وطلعت لنا الوجبه العظيمه اللي انتم شايفينها قدامكم دي. يا رب ان شاء الله الحلقه تكون فادتكم وعجبتكم، وباذن الله هشوفكم بكره في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. كنت معاكم ساره عبد السلام، وهكون معاكم بكره في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. مع السلامه.